يا الله اخوان اعضاء الجروب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندنا هذا صنف من التين، ما شاء الله غزير الانتاج، وهذا انتاجه واضح، ويكون بميزه عنق الثمره طويل جدا تلاحظون، ويشيل احيانا أكثر من نفس الأبط ثمرتين. عندك هذا، عندك هذا مثلا هم شايل اثنين، كثير منا شايل على حبايتين وكم منا على حباية. والميزة قلت لك أنه العنق مالها يصير طويل جدا، ويكون شكل الورقة هذا شكل الورقة، ويكون مخملي، يعني احنا نسميه قذيفة، الملمس ماله قذيفة مخملي ناعم جدا، يعني يختلف عن كل الأوراق التين اللي صادفتني. هاي ميزة ما شفتها بغير الشجرة، وهذا هي إنتاجيته. هذا شكل الثمر ماله، طبعا ما شاء الله عسلي، وهذا لونه أحمر من الداخل واضح، ويكون انتاجيته متأخرة، يعني نصف التاسع يلا بدأ يعني يلحق الثمر وتبدي مرحلة النضوج، يعني من 20/9 ممكن 15/9 يلا يبدي النضوج، ويبقى لآخر الشتاء. فإذا يا ريت تنورونا شنو نوع هذا الصنف. حقيقة احنا جبنا أصناف كثيرة، ولكن بسبب التحويل صادفت عندنا شغلات انه الاشتال خطأنا بيها، فنريد نعرف للناس اللي عندها خبرة هذا شكل الثمر وهذا عنق الثمرة، يا ريت اللي يعرف تنورونا ان شاء الله نوصل الى نتيجة نعرف هذا الصنف، لانه حقيقة صنف غريب وبنفس الوقت انتاجه مؤخر متأخر. هذا هم يعني اعتبرها ميزة، يعني ينتهي موسم القطاف التين، اغلب التين هو حينها عادة يبدي ينتج، مع ان ترى اشتال صغيرة يعني ما تتجاوز ارتفاعها متر وربع ممكن، او متر ونص او متر. تحياتي وتقديري لكم، أخوكم عماد أبو ياسين.